انها توصل معلومات او توصل حالة يعني من الحالات التي يجب ان يعرفها الجميع، اللي هو حق المعرفة، مش لازم تبقى في مصيبة او في مشكلة. لكن هنعود بقى للمشاكل والازمات، الحالة ما يبقى كمان اصطدام ترامين في سان ستيفانو في اسكندرية. فالحقيقة عدنا نقول كيف حدث ذلك، ايه هي شهادة الشهود، وكمان هتشوفوا بعض المشاهد اللي بننفرد بها، كيف يمكن ان نصل لذلك في مصر. يعني حوادث الصدام كثيرة ومتعددة، لكن كمان في الترام يمكن انه تحدث حوادث من هذا النوع. يعني فينا ما يكفينا من الحوادث، لكن مش ممكن ابدا كمان انه هذه الحوادث التي لم يسبق لها مثيل. ترام دخلوا في بعض عند التحويله اللي هي اللي هناك اللي قصاد نقطه سان ستيفانو، تمام. فكانوا هما اتنين بس مصابين اثناء التصادم، فواحده انا طلعت رجليها والتانيه رجليها كانت محشوره ما بين الكابينه بتاعه السواق والترام التانيه من كتر التصادم. الاول كنا بنطلعوا 32 عربيه او 33 عربيه، النهارده بنطلعوا 18 و20 عربيه عشان في عجز في الصيانه وفي عجز في قطع الغيار والسيرفيس اللي بيتجدد من شركه سماف. طبعا كل ده مؤثر على على انتظام القطره في الطريق، زائد طبعا عجز المحصلين والكمساريه، وفوق ده وده عجز الجهاز الاشرافي من مفتشين ونظار. ديت احسن مواصله في اسكندريه وارخص مواصله، بس القياده الفنيه بتاعتها ما يعني سيئه جدا. مواعيد كل ساعه تيجي ترام زحمه باستمرار عشان التاخير بتاع المواعيد بتاعتها. المفروض كل ربع ساعه تيجي ترام، ما فيش الكلام ده خالص. انا بركبه من زمان جدا من ايام ما كنت طالبه في الكليه، طبعا كان لسه جديد يعني هو مثلا من اكتر من 30 سنه. ملاحظاتي على الترام ان التذكره رخيصه جدا، بس ممكن يغلوها مثلا جنيه او حاجه بدل ربع جنيه، وبعدين الصيانه تبقى احسن من كده، ومواعيد وصول الترام كمان بتقعد مده طويله جدا، ممكن اقعد اكتر من نص ساعه، فده بيضيع الوقت. بالنسبه لقيمه التذكره، النهارده الراكب بيطلع معانا بصراحه بيستهزئ بينا، مفيش تذكره قيمتها 25 قرش لحد النهارده. المفروض على كل مفتاح عامل، على كل مفتاح عامل يكون موجود عليه. النهارده احنا اللي بننزل بنقلب السكه بايدينا، انا ككمساري ماليش ان انا انزل من العربيه واقلب سكه، لان قبل كده حصلت معايا والمفتاح اتكسر في ايديا وقعدت فيها شهرين وفي الاخر انا اللي طلعت مدان. احنا عايزين امن، عايزين هنا يبقى في مثلا حتى لو في كل محطه في ضابط واقف، مخبر واقف يخلي باله برده من يطلع يشوف مشاكل الكمساريه والسواقين. ايه يا جماعه، في حاجه معاك، في حاجه معطلاك. ساعات الترمي بتوقف عشان خاطر طلبه، وحضرتك بتسمعي طبعا على المشاكل، عيل يقع تحت الترمي، عيل رقبته تتقطع، عيل الكلام ده. فمن ايه؟ من ايه؟ مش مننا احنا طبعا. البيبان زي ما انت شايفه بتفتح وبتقفل في المحطه. هما بقى تعالي اتفرجي في وقت المدارس، بتلاقي العيال على الترك وتلاقيهم فوق الترماي وتلاقيهم على الشطل، تمام، ورا راكبين. فطبعا الحاجات دي طبعا بتضايقنا احنا او بتوقف السير بتاعنا او الشغل بتاعنا. واحد زميلنا كان هو سواق نزل الفكتوريا، كان شاف خناقه في عيال بلطجيه بيثبتوا شبابه والكلام دوت، هو بيحجزهم، خد بطوه في جنبه، دخل المستشفى كان هيموت، شالوا له الطحال وكان بين الحياه والموت. واحد زميلنا تاني برضه محصل جاي مشكله في الترماي، اتغذى بقى دلوقتي في الاصابه لغايه دلوقتي. كل يوم بيواجهنا الحاجات دي في الامن، كل يوم عايزين احنا امن يقف معانا. بركب الترام كل يوم، ومواصله سهله ورخيصه ومواصله شعبيه وما نقدرش نستغنى عنها. ما ينفعش يتشال، احنا عايزين نحسنه ويزود العربيات كمان عشان الناس محتاجاه اكتر مواصله في البلد عندنا. بيوصلنا لكل مكان. ما ينفعش، لان هو فعلا مهم جدا لينا كلنا، ان كان موظفين، ان كان طلبه، ان كان يعني ستات كبيرة، فهو مهم الكل.
القصة الحقيقة اللي اهتم بها الجميع، الأب اللي قام بتعذيب ابنته تعذيبا وحشيا بسبب صباع كفتة دخلت خدته من التلاجة. والحقيقة التعذيب الهمجي والوحشي ليس مقبولا من أي أب، كمان لما يبقى هذا الأب يعني يمارس دورا دينيا، رجل دين يعني، ومأذون وفي المنزل.